لكن لابد لي أن أذكر هنا أن مهندس عراقي اسمه فاروق القاسم كان أحد العراقيين الذي هو من محافظة البصرة، وقد جاء إلى النرويج في الستينيات من القرن الماضي، وبالحقيقة أسهم كثيرا في التنمية في بلدنا وإدارة الموارد النفطية هناك. لذلك أن العلاقات الثنائية التي تحكمنا هي مهمة جدا ورصينة. Who have really been the most. تعسفي إذا سمحت لي، هذا تتحدث عن شخص عراقي جاء في ستينات القرن الماضي إلى من المحافظة البصرة من العراق إلى النرويج وعمل بالقطاع النفطي. بالتالي هذا الرجل، يعني أنتم كدولة تحتضنون شخص عراقي، وبالتالي هذا العراقي قدم للنرويج في مجال النفط. Absolutely. Yes. And I must say that this was نعم بالتأكيد لابد لي القول أنه أتى إلى النرويج في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وكان هو الموظف رقم 4 في وزارتنا عندما اكتشفنا النفط هناك في أعالي البحار. ولذلك خبرته و معرفته التي تأتت من البصرة كانت مهمة جدا، بحيث أن أسهمت في تنمية وتطوير إدارتنا للنفط واستخراج النفط من في النرويج. كان في الحقيقة هو بسببه، والحقيقة استطعنا أن استخراج أكثر من 45% من النفط الكامل هناك. ولذلك فاروق القاسم حقيقة يمثل إسهامة كبيرة للتنمية هناك، ومهم جدا، ودوره كان مهم جدا في تشكيل النرويج الحديثة وكذلك في إدارة النفط. لذلك نحن دوما نقول من أنه كان أهم الشخصيات التي أتت إلى النرويج وأسهمت في تنميتنا أو تنمية الاقتصاد النرويجي وكذلك المجتمع.